بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، الحديث عن الكالرينج للبروجرس بار. طبعا كالعادة الناس يعني ربما ارتبطت معاها مفهوم الكالرينج بالكلاسات الأساسية بتاعت الفاونديشن. ده بالظبط اللي راح يحصل. حضرتك في الافتراضي بتاعك بيكون البروجرس زي ما هو، اللي هو بيكون برايمري. لو أنا ضفت مثلا كلاس زي سكندري وبالمرة نكمل على الباقي، ومثلا ناخد حاجة زي success or سي، ممكن تتكلم عن warning كما اني معاك alert لو انا كنت كتبتهم صح، او انا كنت فاكر الخمسة دولت صح. طيب سي، لو خلينا نعمل ريفرش كده فنلاقي ان الكلاس بتاعي الورنينج فيه مشكلة، الورنينج فيه مشكلة، الورنينج فيه مشكلة، بس المفروض يكون اصفر عن اظن، مش فاكر اصفر. تمام، ده بالنسبه للكالرنج بتاعت البروجرس بتاعك. يعني انت ممكن تربطها بشكل وظيفي احيانا لو انت فكده كده عندك ارضيه منها، يعني ده الافتراضي البرايمري اللي هو ما فيهوش كلاس يعني غير البروجرس بار جاست، والكلاسات بتاعتك سكندري والسكسيس والورنينج والالرت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.